اذكر حلوى عراقية لا يكون الطحين من ضمن مكوناتها. خليك زين، انت شلون طباخة وما عرفتي؟ ها؟ شلون طباخة وما عرفتي؟ أنا منتبه على السؤال بعد، يعني توني ضريت خلاص. أنا عبايد راسي راح أسوي شكل؟ لا 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 لا. زين أوكي أوكي. يلا خلي نسأل مرة ثانية حتى نعرف السؤال زين. اذكر حلوى عراقية لا يكون الطحين من ضمن مكوناتها. حلاوة التمر. حلاوة التمر موجودة؟ لا بس. برافو عليك، موجودة بس. موجودة لكنه ليس أول أو ثاني أو ثالث أو رابع احتمال. إذا خلي نشوف الأخت رشا، أنت طباخة؟ أنا طبخ بس مو حلويات، مو ما أحبها. ما لعلك. جاوبيني. ما تشوف السمن كله. جاوبيني الآن شنو؟ اذكري حلوى عراقية لا يكون الطحين من ضمن مكوناتها. ماكو طحين يعني جاوبها حلو. تمر وتحميص. حلاوة التمر ما بيها طحين. نعم بعد. صحيح. وقت عندي اشتري يدق وبعدين نروح. يلا. ما أعرف مرحلة. لا ما أعرف. لا حلويات أبد. ما تسوون حلويات؟ لا أنا مختصاص. إذا يعني ما لا جواب. لا جواب. شكرا جزيلا. إذا نروح إلى حالة التحدي ويا براء. شكرا. تفضل رجاء خلي نشوف. شيني هاي. شيني هاي. شيني هاي. هاي 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 سارة. سارة اذكري اذكري حلوى عراقية لا يكون الطحين من ضمن مكوناتها. حلبية. خلينا نشوف المحلبية موجودة. التحدي اذكري لي حلوى عراقية لا يكون الطحين من ضمن مكوناتها. رؤى كواي ببالي يعني. اي واحدة بس. كنافة. كنافة. خطأين. سحر اذكري لي حلوى عراقية لا يكون الطحين ضمن مكوناتها. زردة. الزردة اللي هو الطحين. زردة. زردة. الزردة. الآن براء. حلاوة شكرية. حلاوة شكرية. باقي ثلاث احتمالات عن الحلوى العراقية التي لا يكون الطحين من ضمن مكوناتها، فما هي هذه الحلوى يا سعد؟ شوكليت. الشوكليت. الشوكليت. انت ام الطبخ رشا. ما احب الحلويات. هم ما تعرفيه. ها لا لا حلقوم. الحلقوم؟ الشوكليات والحلقوم. وعدي حلقوم. الحلقوم طبعا. لا اوكي هسه الان اخ عمر باو علي. نعم صح. انت سمعتهم. حلقوم وشوكليات. اكو غيره؟ لا. زين حلقوم. خلينا نشوف الحلقوم. ترى السؤال هذا تاخذوه نقاط او للتحدي روح يعني ما علي. حلقوم. حلقوم ماكو. حلقوم ماكو.